السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عندي رول الدجاج المحشي بالخضار. رول يعني ملفوف او ايه حاجة راون ملفوفة كده بالخضروات. عندي بسلة وجزر وبطاطس وكزبرة خضراء وتوم وبصل وبيض وبقسماط ومستردة. عندي بهارات وعيش توست. عندي زعتر وعندي جنزبيل طازة، ملح وفلفل، سمنة كريستال، الصفرة. الكلام ده كله هيتم ازاي؟ اهي خش عليا يا باشا بالزوم ان بتاعك. امال ايه يعني؟ في ايه؟ خلاص بيضة بقت بيضة، بدل ما هي صفرة بقت بيضة. ربنا يجعلها سنة بيضة. طالعين عليا انتوا الاتنين في ايه؟ اصحوا بقى معايا على الصبح. ايوه كده. طيب قوم بقى ايه؟ انا اللي تايه، انا اللي تايه. ما بقوله يا راجل يا تايه. ماشي ماشي يا عم حلواني. ماشي يا عم حلواني، خليها حلوه نفس لونها كده ونشوف هنعمل ايه مع بعض. طيب اي فيجيتابلز عندي، انا مش عايز اتكل على حاجه معينه، لكن اي خضار، ممكن بروكلي، ممكن جزر، بطاطس، بسله، جزر، كوسه، اي حاجه عندك هتعمليها محشيه جواها، يعني ما فيش مشاكل خالص عندنا، يعني ما عندناش اي مشاكل. بس كل حاجه لازم تستوي. دي كده خلاص، وادي الجزر. احنا ممكن نعملها بكذا طريقة يا جماعة، يعني الفراخ دي ممكن نعملها بكذا طريقة، لكن احنا من ايديكوا دي لايديكوا دي اللي انتوا عايزينه نعمله. طيب نجيب الاول دي كده، بسم الله الرحمن الرحيم. وانت في ساعة عندك يا محمد؟ ما في دافية؟ انت بتحسش بالعليك. ماشي الله يسمعك. الناس بالزبس بتقول لي دافي انت ايه؟ يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. على ما انت لسه شباب على فكرة. مدين. كده خشنا شوية. وادي السمنة البيضة اللي قالوا عليها الجماعة، قلنا سودا قالوا بيض، قلنا صفرة قالوا بيض. ماشي يا استاذ حنتيرة، اذكر الله. حبيبي يا سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. مش مشكلة يا عم ابراهيم، عم ابراهيم ما تقلقش نفسك. ناخد شوية شاي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. كده قوم بقى ايه، نروح جايين على دي كده اهو اهو. والجزر
يلا والله. كفاية. كده. وادي البسله. مفيش داعي للكوسه كده، فل قوي. شويه زعتر، توابل. نعم ست الحاجه، صباح الفل على عيونك. صباح النور يا شيف، صباح القشطه عليك. يا صباح الهنا، الناس بتدعي لك يا حاجه والله. الله يخليك يا شيف، انا مصر مصر عشان بس هن بورسعيد وهن الشعب المصري. كل سنه وانت طيبه يا ست يا اصيله يا كريمه. صباح الفل. ممكن اصبحهم بكلمتين من اغنيتين كده من بورسعيد؟ يلا سمعينا. يلا ستي، شكرا. مسافر بورسعيد. الله 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 الله، كلنا هنا بينا نسقف، كلنا بنسقف الحاجات الحلوه بتاعت زمان، الكلام الحلو الجميل اللي احنا اتحرمنا منه، الاغاني الحلوه الجميله اللي اتحرمنا منها. شايفين الكلام الحلو؟ صباح الفل عليك يا ست الحاجه، صباح الفل عليك يا ست الحاجه. طيب كده هنا ست مميز، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. صباح الفل يا كيف. صباح الهنا يا ست مميز. عامل ايه؟ بصبح على كل اللي عندك والله. كل الناس بتصبح على حضرتك، بقولك صباح الفل والهنا على ست الكل. الله يخليك. انا عايزه بس اقول حاجه، تسمح لي زي ام سيف كده. اتفضلي يا فندم. عايزه اقول لها ام سيف يا غاليه، يا بورسعيديه يا غايبه، بلدك محتاجالك، نفسي ايدك ليها، بنتك مي بتشاور عليكي، ساعديها وخش بيها الجنة. أنا بحبك أوي أوي يا موسى، والله العظيم الست دي بحبها جدا. ست مصرية أصيلة، ست مصرية أصيلة. والله كذا مرة طلبت إنها تساعد بنتي مي، بس الحمد لله برضك وبرضك لو عايز حاجة ساعديها، بس اللي شرفني إن أنت ست مصرية. صباح الفل على عيون حضرتك يا ست الكل، يا صباح الفل والهنا. طيب كده هنا عندنا كذا آلة. نشوف كده قالب حلو كده يكون جميل ويكون واسع حلو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طيب حلو كده الكلام اهو، واحد هنا حلو اهو. نشيل بقى كل الليله دي من هنا. يلا
نعم يا فندم. تاي ها جاي من شبلان يا جماعه، بدور مش عارف انا جاي منين ولا فين. ناخد فاصل ونرجع لكم تاني، اغير المحطه وهتروح في اي حته. رجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل. انت مش المفروض بتشغل مزيكا واسمع كده وبتعدي تقول لي خش؟ طب ما قلتليش ليه بطل عشان اسمع المزيكا؟ طب انت سمعنا ذنب انا مش سامعها. انت دماغك في الحاجات التانية، في المشاريع بتاعتك اللي بره والحاجات دي. انت فاضيلي؟ حطينا هنا كده يا جماعه بصلايه ناعمه مع حبه بقسماط، ادي واحد بيضه اهي، كمان واحد بيضه، ونصلي على النبي. نريح المكنة شوية، نريح المكنة. هنا حطينا عيش توست قطعناه كده زي ما انتم شايفين، وحطيناه مع الخلطة بتاعتنا الجميلة، ونكمل ونستهل شغلنا. صلاة على الحبيب، عايزة تتقلب من جديد كده، مش نافعة معانا خالص. يا عم حماده، الو الو حماده، صباح الخير على عيونك يا حماده. لا انا علا. مين؟ علا. علا انا اسف يا علا، معلش جت بقى جت في ودني حماده. لا علا. يلا مع عندي حاول في وداني. ازيك يا قمر؟ الحمد لله، انت اخبارك ايه؟ والله في نعمه يا بنتي، الحمد لله. انت عامله ايه؟ والله احنا بنحبك خالص. صباح الهنا على عيونك يا بنتي، واموريني كل حاجه هتعملها زي العسل. ده انت اللي زي السكر يا قمر، ربنا يكبر بخاطرك يا بنتي. سؤال حضرتك ايه يا حبيبتي؟ لا بس كنت عايزه اكلمك بس. صباح الهنا على عيونك يا بنتي، اشكرك على اتصالك الجميل يا بنتي. كله كده شغال اهو. كده كله تلف مع بعضه. بس كده شكرا، وجعت دماغنا، متشكرين. اشيل بقى كل حاجه من هنا اهو كده، ونصلي على الحبيب هنا كده، ودي كده اهو.
يلا بينا بقى نشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم. كده يا ست مروه سلام عليكم. وعليكم صباح الهنا والسعاده وكل حاجه حلوه في الدنيا دي على اطيب قلب في الدنيا دي كلها. روحي يا شيخه، ربنا يكبر بخاطرك زي ما تكبري بخاطرنا. ربنا يخليك لينا يا شيف شربيني، ونشوفك كده دايما يعني مبسوط وسعيد، ويعني مش عارفه اقول لحضرتك ايه. انا مبسوط بحضراتكم وبيكوا بالدنيا عندي. احنا بص حضرتك، احنا بنعتبرك واحد من العيله، اب لينا، جد لولادي، يعني الله اكبر عليك، حاجه حلوه في الدنيا. الله اكبر عليك يا ست الكل، ربنا يكبر بخاطرك. صباح الفل على عيون حضرتك يا بنتي. ربنا يخليك لينا يا شيف شربيني. ربنا يكبر بخاطرك يا بنتي. احنا قلب في الدنيا دي كلها. الله يصلح حالك يا بنتي، ربنا يكبر بخاطرك. شكرا على اتصال حضرتك يا فندم، اشكرك اشكرك من كل قلبي. طيب اختش يا محمد كده، هنا نجيب بقى دي كده. قوم بقى نعمل ايه؟ ممكن نعملها رول كبير وممكن نعملها رول صغير كده. نيجي كده اهو ونروح عاملين كده كده اهو. معايا يا سي محمد كده. خيطها بيضة ان شاء الله. نيكست. ما انت قلت لي اسكت ما تتكلمش. وقلت لي ما توجعش دماغنا بالاماره. لا ما بعرفش اتكلم، انت قلت لي اسكت هاسكت. يلا بقى. جاي تلجمنا هنا؟ لقمنا ولا تلجمنا؟ يا نهار ابيض يا نهار ابيض. ماشي ماشي يا سي محمد. كده بنعمل الرول اهو. انا عندي هنعمل ستة. الله انت زهقت مني؟ ماشي يا معلم ماشي. ناخد فاصل ونرجع لكم تاني. اول محطة
ولا تروح في اي حته. سمعتها. ممكن تاني تعيد؟ ممكن مفيش داعي؟ الاطفال بتحبها. ام اقول لك عيد عيد. ورجعنا بعد الفاصل تاني. هنا عندنا شوربه بتغلي اهي، مش هنحط الرول بتاعنا الا لما تغلي، وهنقدمها بطريقه حلوه ونعمل معاها شويه كوسه وهنتدلع فيها كده عشان نعمل حاجه جديده. ماشي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طيب عندي بيتزا. مين؟ يسر. صباح الفل على عيونك يا شيف. صباح الهنا على عيون حضرتك يا ست الكل. ازيك عامل ايه؟ والله انا بخير طول ما حضراتكم بخير. كل سنه وحضرتك طيب. بعودة الايام يا ستي. الله يخليك. اتفضلي يا فندم. استاذنك بس بسالك على، انا لسه فاتحه التلفزيون. ده كان تركي مفروم؟ لا، فراخ مفرومه يا فندم. بس ممكن مفروم. ممكن بالتركي المفروم. طيب حطيت له بيض يا شيف شربيني؟ بيض وبقسماط. طيب والفرسه كانت ايه بقى؟ عباره عن كوسه وجزر وبصل وجنزبيل وتوم وتوست، عيش توست كيوبس اللي هو زي ده، ومسترده وشويه زعتر ومكعب مرق، شوحتهم كلهم كده مع بعضيهم وبعدين حشيتهم. اكله هتبقى حلوه قوي، هتعجب حضرتك مع صوص الدمجلاس كده. يعني عايزين نعمل وجبه تكون حرشه، مش لازم كله طحن 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 طحن. بنحاول نقرب المسافات، نعمل حاجات حلوه بحيث ان هي تعجب حضراتكم. ما تختش يا محمد، ما تاخدني تمسكني من ودني الاول وتقريني الكلام انت بتقوله ده بعد الهوا ولا بعد الفاصل. النبي يا سياده يا ساده المشاهدين، ابعدوا عني محمد الحلواني عشان الحلقه تعدي على خير. نعم. دي بتاعتي دي. لا 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 ما ما معلش كده اهو اهو. اتعلم اتعلم يا حبيبي. اختشي اختشي يا حبيبي، اختشي عشان انا زي اخوك الكبير. اختشي احسن لك حبيبي يا سيدنا محمد. نرجع لمرجوعنا ونقول دلوقتي عندي بيتزا بس بالبطاطس. بالبطاطس اهي، ونشوف هنعملها ازاي مع حضراتكم. عندي الفورمة بتاعت الكيكة يا باشا اللي بتتفك. اوعى يا عم، بتاعت الكيك فين يا عم؟ يا بتاع الاكسسوار اللي بتتفك ليها ضرفة كده وليها بتاع كده كده كده. يا اخوانا ناخد ما ناخدش ليه؟ ما قدرنا بيتزا البطاطس. طيب عندي بطاطس وانشوجه ومشروم وفلفل الوان وبصل وجبنه موتزاريلا وجبنه مبشوره، برمزان، جبنه برمزان وجبنه موتزاريلا وصوص طماطم وزبده وبيض وبقسماط وزيت ملح وفلفل. طيب فين الصلصه بقى يا عم ابراهيم؟ في الثلاجه؟ فيها بصل يا باشا، امال ايه؟
معلش يا حنان الانسه تنزل. فين يا اخوي؟ في الاول خلاص ماشي. فين يا ابن صوص طماطم؟ لا انت بتشتغلني بقى. تعزب البطرمانات يعني؟ يا ابني طماطم فريش فين؟ اصحى معايا بقى، انتوا نايمين ولا ايه؟ ولا المخرج موثقوا عليا؟ الله، ايوه كده. بتضحك ليه يا رمون؟ بتضحك ليه؟ الطراطير؟ ماشي. طيب. برضه نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده؟ انت ملبوخ ليه يا محمد؟ أهم حاجة عندي هنا بس بقى كده هنا. بحاول اكتر الزيت هنا عشان اسقيه بالبقسماط. كده وادي البقسماط بتاعي. يا ابني ليه كده يا حبيبي؟ يا ابني ليه كده يا حبيبي؟ ما قفلتش ليه الضرفة دي؟ حسب الله ونعم الوكيل فيكم. مهم جدا اتقل على الحروف البريدت بتاعي او البقسماط بتاعي. كده اهو. اهي دي اول خط بتاعنا. نبدا بقى نشتغل. ادي البصل. هو في بيتزا بتعمل من غير توم يا ولاد؟ قولي لي بس عشان ابقى عارف راسي من رجليا. خصم 5 ايام يا عم محمد لابراهيم وجمال. يلا 5 ايام وعليك ب10. ادي ادي يا عم. هو التوم غالي عندكم ولا ايه يا جماعه؟ 5 ايام خصم يا باشا. ما هو لو مش مكتوب توم يبقى اللي هتتدبس اللي بالي بالكو. لا مكتوب توم. نفذ الخصم على طول. العرض شاربه نشا على الصبح. مكتوب مكتوب عندي. انت ما ذمكيش حاجه. ها البيتزا ما فيهاش توم؟ استنى انا قريتها في الفراخ المحشيه. توم كارن كستر. 5 ايام الانسه اللي جنبك. نعم يا اخويا. هات يا اخويا الطماطم. يا اخويا فين التوم؟ والله العظيم ما في الفاصل هضرب فيكوا الضرب. طيب هنا كده. اسمها خد. قولوا اتفضل. بيقول لي خد. اسلوب.
شغال موريك بس موخد فصل. ست نورة يا ست نورة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا فندم؟ الله يسلم. مأمورين يا فندم. سمعت خطيبي بيطلب مني حاجات غريبة جدا كنت عايزة أعرفها منك. المكرونة بالبشاميل. أنا مش سامع حضرتك يا فندم زناس. خطيبي بيطلب مني حاجات غريبة أوي. المكرونة بالبشاميل، الفراخ، كده يعني. هي دي غريبة؟ الفراخ والمكرونة بالبشاميل. هي دي غريبة؟ ما أنا ما بعرفش أعملها. نعم يا أختي؟ واحنا مع بعض بقى لك كام سنه مش عارف تعمل لي فراخ باشا. انا عندي 26 سنه. طب وماله ما انت عروسه ما شاء الله عليكي 26 سنه، انت المفروض تطبخي وانت عندك 16 سنه، يعني كان زمانك 10 سنين بتطبخي. ما ينفعش عشان انا كان شغلي كله كان واخد وقتي. ايه الشغل وشغلك؟ الله يعينك يا بنتي. الله يعينك يا بنتي. طيب خليكي معانا وتابعينا. قناه سي بي سي سفره فيها 18 شيف. ليل ونهار شغاله. الفجر هتلاقينا، في الظهر هتلاقينا، في العصر، يعني عارفين الناس. ركزوا معانا وشوفوا الحلقات بتاعتنا، كل حاجه انت عايزاها هتلاقيها. لكن انا هقول لك دلوقتي على طريقه الفراخ اللي انت عايزاها وعلى المكرونه، بس اكتبوا ورقه وقلم واكتبوا معانا، واحنا مش هنخليكم محتاجين حاجه ان شاء الله. على عيني يا فندم، اشكرك. طيب يلا كده يا جماعه، هات لها بقى كده الايه اللي طلبته يا ست الكل. كده ادي برضه تاني؟ انت مشبعش فاصل؟ طيب فاصل، ده المرة دي بقى محمد فهمي. فاصل وارجع لكم تاني، بيغيروا على اتنين، اقعد غير المحطة، اضرب اي حد. رجعنا بعد الفاصل وكده العجينة بتاعت البطاطس اللي هي بدل العجينة بتاعتنا بنحط بطاطس، ملح وفلفل، بهارات، بيض، كده. زي ما حضراتكم شايفين اهي كده نبدا نعمل الانسرت. حطيت في الحروف عندي هنا فلفل الوان، ونشوف دلوقتي هنعمل ايه مع حضراتكم بالراحه وبنظام. يقفش فيها يا باشا كده. قوم بقى ايه يا سيدي، نروح جايين كده اهو، مش مشكلة. لا طروش هنخبط في الحلقة على الصبح ان شاء الله. طيب كده عندي نعم قعدونا ببعضها على الصبح. ان الله حنمسطر، ما بحبش اجيب سيرة حد في حاجة وحشة. رمون بيقول لي محمد الحلواني بيقول لي صباح الفل. ايوه كده انزل الزم نفسك كده. عندي المشروم بالجمال ده كله اهو، وادي جبنه بارميزان. يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي. وادي جبنه موت زاريلا. نعم احنا شفنا حد يشوف الموضوع ده وراح يرد علينا. اشكرك بس ليكي.
تمام كده ابويا. وبسم الله الرحمن الرحيم. صلي على حضرة النبي. طيب كده عندنا هنا شوربة اهي. اوبا نشيل بقى كل حاجة من هنا. نسيت احط الانشوكة. منك لله منك لله منك لله. لا كنت نسيت الانشوجة حطيتها. ما انتم مخلين ناسين كل حاجة. هي كانت منوة. انا كنت خايف تفضحني. يا عم استر استر الله استرك يا عم. حرام ما تقرش على الولية. نامت في الحلقة يا دي النيلة السوداء عليا. مش بقولك انا عايز توقعني بداية. ماشي الله يسامحك. بس عامة ست اميرة مننا وعلينا. طيب كده خليها تغلي. نشوف بقى هنعمل ايه دلوقتي مع حضراتكم. عندي شوربة ذرة. نشيل بقى كل حاجة من هنا اهو. ادي حتة زبدة. فصين توم. والمقادير على الهوا معاه مش معايا انا. عندي صدور فراخ وعندي ذره وبطاطس وكريمه لباني وزبده وبصل ومرق ودقيق. لو انا عندي يا جماعه دلوقتي بطاطس يبقى مفيش داعي للدقيق. لو انا معايا بطاطس يبقى مفيش داعي للدقيق لان البطاطس هديني القوام اللي انا عايزه او الليكويد بتاعها. فطالما عندي بطاطس لا داعي ان انا احط دقيق. كده اهو. وادي مكعب المرق اهو. وادي الذره اهي. وكده نقلبهم مع بعض عشان نسقيهم اهو. بقول لي ما انت هتعملها في شوربه انت ليه بتحمرهم الاول؟ كل ما احنا بنشوح البصلايه مع فص الثوم مع حبة الزبدة دول بيدوني طعم رائع وجميل. بيدوني طعم رائع وجميل. عشان حقيقة صلاة النبي عليك وعلى حيائك. كده. ويمنعش ان احنا بنحط معاها صدر فراخ اهو. عشان خاطر يبقى اكلنا مش ارديحي لان انتوا عارفين محمد الحلواني بيشتكيني. ان الشربيني بيعمل اكل ارديحي ومش عايز ياكلنا. كده الفراخ بتاعتي اشوفها اخبارها ايه. الصلاه على حضره النبي. الصلاه على حضره النبي. اشيل بقى كل حاجه من هنا. نعم اخويا. كلش انا الطباخ بتاع العيله عندكم. بوظته في البيت. اسكت اسكت ما تفضحنيش. انا بسكوتش. ولا وعملت لهم التورت فروت وطمن في الرغيف وشمرت ودخلت المطبخ ووسخت خمس حلل. ما هو الحلواني طبعا هو اللي ليه بالحلويات. مين؟ بص يا حبيبي صلى على النبي. عمري ما عملت حاجه في البيت وطلعت حلوه. ما تعديها بقى. مش لازم يبقى هنا وهنا. عديها اختشي عيب. ده احنا ساتر غطى على بعض. يا ساتر يا ساتر. كده هنا هنحمر الزيت كلينتي. والزيت ده مولع نار.
معموله ليه كده؟ طيب ادي عيش توست اللي فايض مني اهو كده. نعم هن بتبوظ؟ بتفيض بحسب بتبوظ. بتبوظ ده عندي انا ما تقلقش. ها طبعا 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 طبعا. ما ده انا عملته قبل كده زمان بس هنعمله تاني يعني. اي حاجه فايده من امبارح بالليل يا اخي، ده اسبانيا اللي هي اسبانيا كان يقول لك كل يوم سبت زي النهارده يعمل لك طبق اسمه بايلا. بايلا دي هي بقى الثلاجات، هنا بنقول عليها احنا بايلا لكن اسمها بايلا. كانوا بيجوا كل اسبوع يطلعوا اللي في الثلاجه بقى شويه خضار، بسله، ورك فرخه، سمكايه، جمبريايه، صبيت، فلفل، طماطم، تاخد بواقي الثلاجات كلها يعني. طيب ما علينا احنا القصه دي كلها. ادي الميه بتاعتي اهي، خليها كده تعيش حياتها واغطي ونبص بقى على الرول بتاعنا. على ايه يا باشا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طيب حبيبي يا سيدنا محمد، مش مشكله احنا خلاص خلصنا ليه يا ست مريم؟ سلام عليكم. انا عايز اعرف طريقه البيتزا المارجريتا. المارجريتا؟ حاضر يا فندم، خدام سعادتك، تأمريني سعادتك يا فندم. البيتزا المارجريتا بتعمل ازاي يا محمد حلواني؟ حلواني يعني ما بتاخدش مشروم؟ اسمها مارجريتا؟ بس انا بصراحه ما بعرفش اطبخ يعني قوي، فبحب اتعلم لسه كده. اهم حاجه حبه الكوسه دول اشيلها بحنيه كده عشان ما تتكسرش. هعمل ايه بقى تاني يا سيدي؟ نقول بقى نعمل ايه مع حضرتك؟ ادي حته الزبده، وادي شويه مرق برضو تاني. ايه يا ابني حكايتك وحكايه الفاصل دي؟ خلاص ناخد فاصل. استاذنكم واخد فاصل. اول غير محطه ولا تروح في اي حته. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، وبرص الفراخ. قال لي استنى 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 استنى، بتعمل ايه؟ ما تقطعش حاجه قدام يعني، انا هقطعها من وراك ولا انا هجيبها من بره واقول لكم انا مجيبها جاهزه؟ قال لي لا تقطع قدام الناس. حاضر. وانا يعني جيت في جمل اهو. اهو برضو انت اهو. بعد كده بعمل ايه بقى؟ حبيبي يا سيدنا محمد، قوم بقى ايه، ادي الديمجلاس بتاعي عشان نشتغل صح بقى بما يرضي الله. اهو شويه كده حبيبي يا سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه.
قال لك غنى بتاع دمجلاس وجات على راس ناس ناس. بلاش منها، ادي اتكسرت البتاع. نبرك ذكر تقول الطبق حلو، راح بتاع مكسوره. اللقمه دي والله هنا انا عندي كام طبق النهارده؟ مش هو طبق؟ الله 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 الله. طب مش تقول لي بقى ان الوقت هيعدي مني؟ لا اله الا الله. خلاص يا عم بالصلاه على النبي. خلاص يا عم انا جاهز، بس اعمل لك الشوربه بس. وانا يهمني حاجه، وانا والله العظيم نعمل فيهم طبق تاني لو عايز. كده اهو استنى 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 احسن الفرخه هتضيع. يا عم جيت غلطني نسيتني. يا ست هيام سلام عليكم يا شيخ. سلام ورحمة الله وبركاته ست هيام. اهلا وسهلا بالبطل. ازيك يا ست الكل؟ الحمد لله. ازيك يا شيخ شربيني؟ يا بطل يا بطل، الله يكبر بخاطرك يا حاجة، اموريني سعادتك. ربنا يخليك، اللهم صل على النبي ما شاء الله عليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا بركة. اللهم صل على النبي، ربنا يبارك في عمرك. ربنا يزيدك من نعيم الله يا حاجة، ويجعل مصر عمار يا رب، ويحفظها بالله كده يا رب. إلهي ما تنسى الشهادة روحي يا شيخة بحق جه النبي. ربنا يكرمك يا شيف ويخليك، ودايما منور قناتي بشي سفرة. ده بيكو والله بيكو يا ست الكل. لا ربنا يخليك انت يا شيف ويكل القائمين عليها، انا بشكرهم. صباح الهنا على عيون حضرتك يا فندم، تأمرين سعادتك. اشكرك يا ست الحاجة ست هيام، بشكرها من كل قلب على كلامها الحلو الجميل. اشكرك يا فندم، اشكرك. كده خلاص اهو. ادي لتشكن نحطه بقى كده في البوله بتاعتنا اهي حبيبي يا سيدنا محمد. كده اهو اهو كده اهو. وانت وراك شغل بره؟ طيب حاضر. برنامج ايه؟ حاضر ماشي يا اخويا، عشان خاطرك والله.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نجيب دي هون اهو، نجيب سكينه كده اهو. انت قلت نكتة؟ اصحى معايا، انت مش شغال مع اللي بالي بالك اللي هو ايه دي كده عشان تعرف ان فيها انشوجة. اصحى معايا، اصحى معايا وفوق يا عم الحاج. كده بالصلاة على حضرة النبي، احلى بيتزا بالبطاطس، وعملنا الفراخ الرول، وعملنا شوربة الذرة بالبطاطس. وادوقها بقى كده عشان اقول لي شكلها مش حلوة، هوريك خطوتي. بشكركم على حسن متابعتكم، بشكر مخرجنا الجميل عمي محمد حلواني، وبشكر عمي محمد فهمي، واشوفكم ان شاء الله بكره على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.